كل المغرب حمساوية، كل المغرب حمساوية. أربع واحد شعار تكبير. اليوم احنا في هذه المسيرة الوطنية نحيي ذكرى معركة طوفان الأقصى، التي هذه المعركة التي أحيت القضية الفلسطينية، أحيتها في نفوس الأمة وفي قلوب الأمة، وأحيتها كذلك عند الأجيال الصاعدة التي لم تعيش مراحل مثل التي تعيشها القضية الفلسطينية اليوم، رغم الدمار ورغم الإبادة ورغم كل ما يقوم به الإرهاب الصهيوني، إلا أن القضية الفلسطينية اليوم أصبحت قضية أولوية، وعند الأجيال الصاعدة وداخل الدول الغربية وداخل الولايات المتحدة الأمريكية، إنما قامت به حماس وما قامت به المقاومة وما تقوم به ما هو إلا مرحلة من مراحل التحرير، وما هي إلا كذلك وقود لمزيد من التعبئة في نفوس الأجيال الصاعدة داخل الأمة الإسلامية، وكذلك داخل أوروبا والغرب عموما، ليعرفوا طبيعة هذا الكيان اللقيط، هذا الكيان الإحلالي، هذا الكيان الذي جاء لي يقوم بوظيفة التفرقة بين الأمة الإسلامية، بين العرب خصوصا وبين العرب والمسلمين عموما. وبالتالي فهذه المعركة أدانت على الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني. وشعب غزة سير سير، وشعب غزة سير سير، ونحو النصر والتحرير، الكل يعلم اليوم ويتابع ويؤكد على أن ما يقع هو جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم عدوان، والأمر لا يحتاج إلى لجنة تحقيق دولية ولا إلى ممثلين عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان ولا إلى لجنة المحكمة الجنائية الدولية، فالكل موثق عبر كاميرات متعددة الجنسية. ما يحدث اليوم مع كامل الأسف في ظل هذا الامتحان الذي تعيشه البشرية، ما يحدث يجعلنا نتساءل بشكل كبير عن مدى وجدوى هذه الآليات، لأن العدو الصهيوني اليوم يقوم بكل ما قلته أو صرحت به سابقا تحت إشراف ورعاية ودعم الغرب الإمبريالي برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وبدعم لوجستيكي وعتادي وحربي ومخططي واستراتيجي من طرف القوى الغربية. إذن العالم اليوم كله ضد المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة وفي جنوب لبنان وفي اليمن وفي كل الدول العربية، فدعوتنا من خلال هذه المسيرة هي دعوة سلمية: أوقفوا هذه الحرب المدمرة، الحرب التي استهدفت الإنسان البشر والحجر والمباني والمؤسسات التعليمية والبناء التحتية والمستشفيات، قتلت الأطفال والشيوخ والنساء والرجال، وشردت الأسر، وفرضت النزوح المليوني في لبنان وفي غزة وفي سوريا وفي الضفة الغربية. إذن يجب وقف هذه الحرب المدمرة والإعلان بشكل نهائي على أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم حرب وإبادة. وصوتك صار كلاشينكوف، صوتك صار كلاشينكوف، في حماك ربنا، في حماك ربنا، في حماك ربنا. هذه المسيرة المليونية المباركة المغربية بامتياز جاءت وفودها من كل أنحاء الوطن، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، بالآلاف المؤلفة رجالا ونساء، شيبا وشبانا وأطفالا، لتقول بلسان واحد تحت شعار واحد كلمة واحدة: إسقاط التطبيع. إنه لعار، وإنه لشنار، وإنها لجريمة، وإنها لمشاركة ودعم للعدو الصهيوني. استمرار التطبيع بمختلف أشكاله
وجوانبه العسكرية والأمنية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والفلاحية والثقافية والسياسية. إنه دعم للعدو الصهيوني فيما يقوم به من تقتيل وتدمير وتذبيح وتجويع وحصار لأهل غزة، ومن اعتداء وترويع لأهل الضفة، ومن حصار وتهويد للقدس وأهلها ومسجدها الأقصى. إنه دعم للعدو الصهيوني فيما يقوم به في لبنان، وفي عدوانه على العراق وعلى اليمن، وفي تهديده للشرق الأوسط بأكمله عجرفة وتعاليا وغرورا. بحت حناجرنا وضجت أصواتنا وشبنا من هول ما رأينا على امتداد سنة كاملة. ثانيا، نحيي صمود المقاومة الإسلامية الأسطورية البطلة في غزة ثم في لبنان، التي أبانت بعد عام كامل من الدمار ومن القذائف والذخيرة الأمريكية الشديدة الفتك أنها قادرة على البقاء والصمود والمواجهة، بل والتطوير والإبداع، بل والتكتيف. المقاومة التي تصفع العدو يوميا في غزة وفي الضفة وفي لبنان فيذهب لينتقم من الأبرياء ومن المدنيين. هذه المسيرة من الشعب المغربي بكل فئاته وطوائفه وانتماءاته الفكرية والإيديولوجية والعرقية، جاء ليقول أنه مع فلسطين، أنه مع لبنان، أنه مع اليمن، أنه مع العراق، في كفاح ضد الإمبريالية والصهيونية. في هذه المسيرة يقولون عن الشيعة، نقول لهم ها هو حسن نصر الله الشيعي. يحدثوننا عن السنة، نقول لهم ها هو هنية إسماعيل هنية السني. التهم السنة والشيعة، التهمت أمة الإسلام من أجل نصرة القضية الفلسطينية. الويل والثبور للمطبعين، الويل والثعور لدعاة الفتنة الطائفية. ونقول لهم، نقول لهم معا كل المسلمين من الرباط إلى جاكرتا ضد الصهيونية، ضد الإمبريالية. أردنا أن نقول اليوم أننا مع الشعب الفلسطيني، أنه مع آلامه، مع تضحياته، مع شهدائه، وفي مقدمتهم إسماعيل هنية والشهيد حسن نصر الله شهيد لبنان. أردنا أن نقول أننا جزء من محور المقاومة، من معسكر المقاومة، كل في بلاده من زاوية. نقاوم التطبيع، نقاوم الاختراق الصهيوني، نقاوم الاختراق الثقافي. إننا لن ننساك يا فلسطين. اليوم خرجنا في هذه المسيرة لأنها مسيرة متميزة في فترة زمنية متميزة وفي يوم متميز اللي هو الاحتفال بالذكرى ديال مرور سنة على الطوفان. بماذا نحتفل؟ نحتفل بانتصار المقاومة، هذه المقاومة الذي زعم الصهيوني والأمريكي والبريطاني والألماني أنهم سيصفونها في أيام ولا أسابيع. اليوم تقف صامدة سنة كاملة في وجه القصف الجوي والبري والبحري، وهي ما زالت الحمد لله بخير، وما زالت تكبد الأعداء يعني أعظم يعني الهزائم. الأمر الثاني هو أننا خرجنا لأن لنؤكد مرة أخرى على هذا النفاق، هذا النفاق الذي تتقدمه وتتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ومن على شاكلتها، هذا النفاق الذي يريد أن يبين أطفال غزة الذين يقصفون بالقنابل من الطائرات تسميهم إرهابيين. وهذا الإرهابي الذي قتل 50,000 شهيد وجرح 100,000 جريح، هذا تسميه أنه يدافع على نفسه. هذا النفاق أيضا تسجل هذه المسيرة اليوم بمداد لن يمحى. ثم نقف وخرجنا في هذه المسيرة على اختلاف توجهاتنا ومن كل بقاع المملكة لنقول كمغاربة أشراف وأحرار، لنقول
لا نقبل أن يسجل علينا وأن يشهد علينا التاريخ بأننا قضينا هذه السنة سنة الطوفان، قضيناها في التطويع وفي العلاقات مع هذا النازي الذي يقتل الأطفال والنساء ويخرب الديار والمساجد والكنائس والمستشفيات. نلتمس في هذه المسيرة التي تؤكد وتزيد تأكيدا بأن الشعب المغربي منخرط في قضايا الأمة في فلسطين ولبنان وفي كل البلدان الإسلامية، منخرط في قضايا الأمة من أجل الكرامة والحرية للإنسان المسلم. نلتمس من القيادة الرشيدة إلى مزيد من الخراط في العمل الإنساني لفك الحصار عن غزة وعن أبنائها وعن أطفالها. نلتمس من القيادة الرشيدة في المغرب مزيدا من فتح باب الحرية والتحرك للدبلوماسية الشعبية وللمجتمع المدني لمزيد من الانخراط في العمل الإنساني ودعم الإنسان الذي يموت جوعا وقهرا على المستوى المادي، ولكنه يقف عزة وكرامة على المستوى المعنوي ويعطي درسا فيما معنى أن يكون الإنسان أن يعيش حرا كريما أو يموت شهيدا. نلتمس من القيادة إلى إعادة القيادة الرشيدة إلى إعادة النظر في التطبيع، لأنه آثاره لا تنتهي في فلسطين وإنما تشمل كل الأمة الإسلامية، تشمل الدين الإسلامي الذي المغرب هو مرابط عليه، والدولة المغربية عبر تاريخها حافظت على صفاء هذه العقيدة وعلى استقرارها وعلى استمرارها وعلى مقاربة السلم فيها. اليوم نحن بصدد مسيرة شعبية حاشدة ينظمها مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين، تنضم إليها التنسيقيات مهني الصحة من أجل دعم إخواننا في غزة وفي فلسطين برمتها وأيضا في لبنان مما يتعرضون إليه من عدوان صهيوني غاشم. اليوم نحن بصدد ذكرى انطلاق طوفان الأقصى الذي انطلق منذ سنة، ونحن نشهد ونتابع قصف المدنيين العزل بكل أنواع السلاح المحرم دوليا. هناك استهداف للمدنيين، واليوم 41 ألف من المدنيين الذين تم استشهادهم في غزة، 1000 من القطاع الصحي، 1000 أطر من القطاع الصحي، بالتالي هناك استهداف أيضا للأطر الصحية. غزة، مدينة غزة تعيش انهيار للمنظومة الصحية برمتها بسبب قصف كل المستشفيات وانعدام المستلزمات الطبية وانعدام الأدوية، وهذا يؤدي إلى انتشار الأوبئة، يؤدي بطبيعة الحال انتشار الأمراض المعدية، وبالتالي هناك حالة إنسانية كارثية تقع في قطاع غزة وتنتقل اليوم إلى الضفة الغربية ونابلس وطول كرم وأيضا إلى لبنان، وهذا يدل على المشروع التوسعي للكيان الصهيوني. ولهذا نحن ندعو كل الدول العربية والإسلامية ولا سيما دول الشرق الأوسط للتدخل العسكري لدعم إخوانهم في غزة ودعمهم بكل أنواع الدعم وفتح الحدود وإدخال الإعانات الإنسانية. لا أحتاج إلى التأكيد بأن الشعب الفلسطيني والشعب المغربي شعب واحد، الصلات التاريخية والأنساب المتداخلة بين العائلات المغربية والفلسطينية ثم التاريخ المشترك، كل ذلك يجعلني لا أشعر بالفرق بين الشعب المغربي والشعب الفلسطيني. المغاربة كانوا إذا ذهبوا إلى الحج والعمرة يذهبون إلى مكة وإلى المدينة وإلى بيت المقدس، ومكانة فلسطين بوصفها أرض مباركة مقدسة في قلوبنا نحن المغاربة نتوارثها من الآباء والأجداد، فإذا حل بنا رجل من فلسطين فتكون له مكانة خاصة لأجل البلد الذي قدم منه.
وكثير من العائلات المغربية اختارت بعد الحج أو بعد العمرة أن تستقر في فلسطين والعكس. فلذلك نحن نتضامن في هذه المسيرة مع أنفسنا، نتضامن مع أهلنا، لنا معهم روابط الدم والعروبة والدين والإنسانية، إضافة إلى أننا كغيرنا من الشعوب نشعر بأن هذا الشعب وقع تحت مظلمة عظيمة، ومن حقه كغيره من الشعوب أن يتحرر وأن يستقل وأن يستعيد سيادته على أرضه. مسيرة مليونية مغربية عبر فيها الشعب المغربي عن تضامنه الكامل مع غزة، مع لبنان، مع فلسطين، كل فلسطين، مع الشهداء بعشرات الآلاف. ليسوا ككل الشهداء، إنهم شهداء شباب، نساء، شيوخ، أجن في بطون أمهاتهم. حرب عشوائية قام بها الصهاينة لا مثيل لها في التاريخ، ظنا بأنه منهم بأن قتل القيادات وبأنه سيقضي على هذه المقاومة وسيقضي على هذه القضية، وما هو إلا إدان على حياتها كما كانت حياة الشعب المغربي عندما حارب الاستعمار، كما كان الشعب المغربي في كل مراحل حياته. فهذه المسيرة معبرة تعبيرا كاملا وحقيقيا عن الشعب المغربي، عن القلب المغربي، أنه مع القدس، أنه مع فلسطين، أنه مع المسجد الأقصى. استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، كانت هذه المسيرة مسيرة مليونية، مسيرة يعني مسيرة الشعب المغربي. استجاب المغاربة شبابا وشيبا ورجالا ونساء لهذه المسيرة، وليجسدوا الشعار المركزي لهذه المسيرة، سنة من المقاومة هناك وسنة من النضال والاستماتة والتعبير عن الموقف هنا لطيلة سنة. والجبهة تنظم مجموعة من الأيام الوطنية والوقفات يعني المتعددة في كثير من المناطق لتجسد هذا الارتباط التلاحم بين أطراف الأمة، وتجسد أن الأمة واحدة. لا يمكن هذا الكيان الصهيوني ولا المرجفين ولا المشككين أن يفرقوا بينها ويعيدوا تمزيقها. المرحلة القادمة مرحلة جمع الأمة، مرحلة جرس الصفوف، طوفان الأقصى، فرقان بين عهد مضى، عهد يعني العهد له ما له ولا عليه ما عليه. هذا العهد القادم الذي أمامنا هو عهد مناهضة الصهيونية، عهد أن نهجم عليهم، عهد أن نحرر الأوطان، عهد أن نحرر الأقصى وأكناف مسجد بيت المقدس، وإنه لجهاد نصر أو شتال. اليوم المسيرة ديال اليوم هي تأكيد على أن الشعب المغربي بكافة أطيافه وبكافة يعني أطيافه السياسية والشعبية يؤكد على تضامنه اللامشروط مع القضية الفلسطينية، مع القضية الإنسانية العادلة في العالم، مع الشعب اللبناني، مع الدولة اللبنانية. تأكيد على أن رغم كل محاولات يعني الإسرائيلية للتغلغل في وسط الشعب المغربي عبر محاولات منذ 4 سنوات منذ اتفاق التطبيع لنسف هذه الروح التضامنية وهذا النموذج التضامني الإنساني الكبير والعميق جدا، هي تأكيد أن الشعب المغربي يناضل ويكافح ويخرج لأجل الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني بكل يعني إنسانية وبكل روح تضامنية وبعيدا جدا عن كل الأطياف السياسية. شاهدنا اليوم يعني صور رفعت وأعلام وشعارات قوية رفعت في هذه المسيرة المليونية لهذا اليوم، تعبر عن أن القضية الفلسطينية ليست قضية تشمل فقط فئة معينة أو يهتم بها فقط أشخاص محددون، لا، الأمر ليس كذلك في المغرب.
المغرب يتضامن مع المقاومة الفلسطينية، مع الدولة الفلسطينية، يتضامن مع حزب الله، مع المقاومة الإسلامية في لبنان، مع كل المقاومات التي تقول يعني كلمة لا في وجه إسرائيل، في وجه الولايات المتحدة، في وجه الغطرسة الغربية الإمبريالية إن صح التعبير في العالم.